دقائق وهخليه على ردود. رجاء راح اقرا الرسائل اللي توصلني عن طريق الانستغرام والتويتر، اما الخاص في الواتساب فهو موجود عند فريق الاعداد يتابع وياكم. قروا على التويتر. ابو عز يقول طباخ الكويتيات اجمل من السوريات، بالذات مكبوس، مكبوس السمك، شو مكبوس السمك، ان شاء الله يهديك. ايبو دي كويت يقول لو ارجع عزوبي اريح. ليش زعلان؟ تودك ترجع عزوبي؟ اللي بعده احلى شيء الروضه قطعه 4، يقول احلى شيء السودانيه كلها نايمه. الخالديه تقول ليش تشيش؟ انا ما شيشت، قلت لكم يعني باكر نبي فيديوهات احلى طباخ نحطه، نشوف طباخ الكويتيه. الخدم يصير؟ لا ما يصير اختي الخدم يصير، نقول ايش طباخك انت مو الخدم. ايبود كويت يقول انا متزوج واطبخ حق نفسي وعيالي يقولون يبا طبخك احسن من امي. والله عاد هذا رايك الشخصي عاد. توليبه ابشروا بالتحدي اشتغلت. توليبه انا رايي تعيشون انتم عزابي وتخلوا المغاربه والاتراك لنا. علي الرومي يا والله يا ابو احمد والنعم فيهم كلهم، لكن انصح العزوب انه ياخذ بنت الدعيه. اشتغلنا في المناطق. محمد بن علي يقول اي والله يا حلو العزوبيه، بار ام العيال منكده عليك. والله اخي محمد من بلاوي هذا الزمن احسن لا يكون عزابي مثلي. ايش عاد عزابي الله يهداك. بس ابو عز يقول خذ قصيميه وارتاح بلا عزوبيه. وجهه نظر يا اصلع ابو لمعه. يقول يا حلو العزوبيه الزواج خلاني اصلع. ابي الغامديه هداني يقول هداني يقول عسى ما شارك بنتك اليسار. كبر ايش كبر شيء. حمزه محمد ابو حمد يقول على تقرير مال مركز خدمه مباركه صحيح 100% وانا اشهد عليه. انزين نكمل. نواف الشعلان يقول زوجه، شلون زوجه؟ امل الفضل تقول اخوي محب ابو احمد ابوي يبي يتزوج على امي من هالتقرير. احنا ما قلنا نخربكم عاد تتزوج على امه وتقول امه اللي بعد. صلاح الرشيد يقول ماكو احلى من طبخ الوالده الله يخليها لك. كازر ارت يقول معروف اغلب الطباخين العالم رجال. صح احسن طباخ الرجال. عبير المبارك الكويتي لما تطبخ الكل يوقف لها سلام يا حلو المكبوس ولا هفت رايحة الحشو والمبهر والزعفران. ماشي وياك يا عبير. ابو عز يقول ارسل طبخي ترى افضل من الحريم. يلا خلينا نشوف. رباعيات يقول العزوبيه مع المعلبات ولا زواج واشهر فلاسي. ده انت بتنكد. ام محمد تقول هذا لو سعودي بشرب التحدي بكره، باكر ناطرين الفيديوهات على الواتساب. عيني على الجنه تقول حالات الثوب رقعته منه وفيه وياك. الكويتي يقول المنه على الكويتيين لين عاف الكويتيه. احنا ما قلنا هواش عاد قلنا راي 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 يا حجيه. الله كريم ما اعرف اطبخ. الحين نقول لك طبخي وتقول لي ما اعرف اطبخ. اي 79 يقول ابو احمد طبخ الجهراويه يرد الروح. على عيني. هلا وقطعه منه يقول هذا طبخي والله يا ابو احمد. والله هذا طبخك؟ يعني اصلع ابو لمع يقول فكره اخذ لي سوريه على الشلحه اللي عندي. لا حول ولا قوه. انت ايش فيك يا حجي؟ ايش فيك يا ابو لمعه؟ السعد يقول ضار شلال يقول الكويتيه وبس والباقي خس. لا 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 لا, لا. احترامي للكل. يقول الوالد يقول ما في غير طبخ امك الله يخلي لك امك ان شاء الله. غير طبخ عبد الله الفرع يقول غير طبخ القصار ماكو اقطع. ابو عبد الله العدواني الكويتيه وبس والله وتحلف ضار ام العيال يمك يا حجي. ناطع يقول افا عليك احلى طباخ كويتيه تشوف باكر. ناطر الفيديوهات على اساس اعرضها باكر.
عبد العزيز الحرباني يقول يا زين العزوبيه. والله مو كل شيء عاد العزوبيه بعد. عبد الرحمن يقول كويتيه وبس. واحد يقول انا صار لي شهرين متزوج واحلى شيء الزواج. ابي اسمع راي المتزوجين. فالح الفارس البغداديه بلا كويتيه بلا سعوديه، يا حج احنا سويناها حرب، كلكم حلوين. راشد السليمان يقول احسن من الخليجيه ما في. عبد العزيز الفهيد يقول لي ابو احمد طبخ الحساويه والكبسه تنسيك السوريه وخصوصا من المبرز. ماشي. صلاح الرشيدي الكويتيه ما تفرق بين الملح والسكر. الله يهداك، احنا نقول باكر بتشوف طباخهم وانت الحين. رجال اعمال مبتدئ جانا القولون وسبب طبخ مرتي. مرتك تجيب لك القولون، نطلب مطعم الله يهديك. طباخ الكويت ما ادري احنا نقول طباخ الكويتيات احلى. سيف المصرحي يقول هناك ناس تبحث عن اخطائك لكي ترحل عنك، وهناك ناس تعمي عيونه عن اخطائك لانها تحبك. شكرا. الصحفي فهد الرشيدي مساك الله خير ابو احمد، معاك اخوك الصحفي الرشيدي، خوش حلقه اليوم واحلى طباخ طبخ ونفس الاماراتيه. ام العيال يمك والعزوبي. قوش تقول طبخ الغاليه واقطع باكر برياني دياي يحبه قلبك واشتهي. يلا دزوا الفيديو. عيني على الجنه عيال بعض الريايل ما يترس عينهم الا التراب. اشتغلنا طبخ الجهراويه ما في غيره. والنعم. حسين المله يقول بيض وطماط الكويتيه ولا مكبوس السوريه. ماشي يا ولد المله. ابو عبد الله العدواني والله ما عندي احد. مصدقك يا العدواني، قاعد بالديوانيه بروحك ام العيال نايمه. ابو احمد اذا ما شفت الطبخ راح قرر اتزوج من سوريا. انا طلبت من باكر صوروا الفيديوهات ودزوها. توليب دول اتحداهم اذا عندهم زبيدي واذا يعرفون المطبق السمك مثلنا هين. انزين باكر نشوف. والله ماني ملحق ماني ملحق. يقول لي فهد الرشيدي راح انام اليوم بالديوانيه الله يسامحك يا ابو احمد. حد قال لك صير اسد؟ حد قال لك صير اسد؟ ما حد قال لك صير اسد. اذا تقول انت باكر جنيت على ما من تقطيع البصل والطماط. ماشي خل عندك الاكل تكفى يا ابو احمد. حاضر. شوف طباخ الاندونيسيه. والله ذاك الحين الخليجيه تودينا الاندونيسيه. طباخ الجهراويه يهز البدون بس بسوي الطبخات كلها. يلا كل بلد لها اكله مميزه. عبد الله السلطان طبخي والله عساني القوة. والله على لك الحرام عليك دوختيني. اي العزوبية وبس انا ماني ملحق. بروح على الانستغرام عشان ما اظلمهم نختم. كويتية روان 606 تقول كويتية وبس واللي بذوق طبخي حياه الله اللي يمعب ببيتي. مشكورة وعلى راسي. تقول احد مريوم تقول ابو احمد نبي تهديد ام احمد. شنو قالت؟ قالت لي يجيب اكل بطبخ. هذا تهديدها. مشكلة الخليجيات يلا ماني قايلها. قانون المرأة حقق لرجالهم يطبخون للنساء. القانون دم الرجال ما في حد يطبخ والله، يخلي الخادمات. وطباخ احنا يا شباب وين الله. خل اذوقك المندي الذهبي ومكبوس بانواع من الكويتية. ماشي يا حجية ابو احمد كل بلد طباخه بس بنات الكويت السنع والمنع مع ويات. يقول لي واحد من الاخوان العزوبيه هالوقت احسن لان الاسعار نار من ناحيه الطباخ. اكل الكويتيه وخلي عنك الهتليه. ابشر بالطباخ الكويتي. انا ماني ملحق عزاء بروح على الواتساب لها من الاخوان باعثين لي كثير من انا ما اسمحوا لي ماني قادر اقرا كل الرسائل. زياد المطوع يقول لي الكويتيه من قبلها. زين يا ابو طارق ضارم والعيال يمك. يقول احلى خطاب شرق وجبن ويجنن. اعزائي المشاهدين اكتفي برسائلكم واعذروني ما اقدر اقرا كل الرسائل. بس على العموم باكر 5592 4598 ابي اشوف احلى طباخ النزله ردا على اختنا السوريه ان الطباخ الكويتيه احلى. مو باكر اطلع على الهواء القى لي فيديوين. نبي فيديوهات كل تقارينا عن الطباخ ورايكم. ريايينا يقعدون على
يعيشون حياة العزوبية ولا يتزوجون؟ وش رأي المتزوجين؟ أعطوني رأيكم باكر موضوع حلقتنا راح نتناقش في هذه القضية. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حديث الكويت والناس.